أهلا بكم متابعين إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. ضربتان جويتان لطائرات أمريكية في الصومال توقعان قتلى وفق البنتاغون. ماكرون يدعو بوتين إلى التدخل لدى دمشق لإيصال مساعدات إلى الغوطة الشرقية. الرئيس الفرنسي يزور الإمارات في 8 و9 من تشرين الثاني نوفمبر للمشاركة في افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي. العبادي يعلن استعادة قضاء القائم في غرب العراق من تنظيم داعش. سوء التغذية يتفاقم بين الأطفال الروهينجا في بنغلاديش وفق اليونيسف. إيطاليا تضبط أدوية مخدرة بقيمة 50 مليون يورو كان من المفترض أن تباع في سوريا والعراق لحساب تنظيم داعش. توقعات بأن يقود آيفون إكس قيمة أبل إلى تريليون دولار. دراسة حديثة تقول إن تناول الأكلات الخفيفة يحفز على الإفراط في الطعام.